مرحبا مواليد برج العذراء معكم كارمي شماس كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 15 شباط فبراير للاحد 21 شباط فبراير شو في عندنا بهذا الاسبوع هذا اسبوع كتير مهم لازم تشوفوا برجكم لشهر شباط فبراير لانكم بهذا الاسبوع راح تدخلوا الى الجزء التاني من شهر شباط فبراير يلي هو شوي تقيل أتقل من الجزء الاول راح احط لكم الرابط بتقدروا تشوفوه هذا الأسبوع يشهد انتقال الشمس من برج الدلو لبرج الحوت وذلك يوم الخميس 18 شباط فبراير بتمام الساعة 11 إلى ربع صباحا التوقيت العالمي يعني الساعة 1 إلى ربع الظهر توقيت بيروت يعني المساء الساعة 10 إلى ربع المساء توقيت سيدني في هذا اليوم في هذا التاريخ الشمس اذا بتروح الى برج الحوت يلي هو برج معاكس لبرجكم وبالتالي بصير في نوع من زكزكات نوع من استفزازات ابتداء من تلك اللحظه. الاثنين والثلاثاء الاثنين 15، ستة 16 شباط فبراير فبراير يلي هو اصلا الشمس تكون بعدها موجوده ببرج الدلو بيت العمل وبيت الصحه القمر بيطلب منكم انكم تكونوا نوعا ما منتبهين لتفاصيل مهمه تقنيه او اداريه اوراق معينه ملفات معينه بدكم تنتبهوا لها بدكم تلحقوها شخصيا الجو ليس سلبيا فقط مطلوب منكم المتابعه والجو بعده ماشي حاله الأربعة 17 شباط فبراير القمر بينتقل لبرج ترابي صديق لكم الساعة خمسة وربع صباحا توقيت بيروت هذا معناته أنه تأثيرات حلوة بلشت الأمور تصير حلوة خلال هذا اليوم آه, في ايجابيات، في تعاون معكم، في مصالحه وفي نوعيه حظ حلوه مهمه خلال هذا اليوم. الخميس 18 شباط فبراير القمر كمان مولو... موجود ببرج الثور، الشمس بالتاريخ والساعة اللي قلت لكم إياها في المقدمة بتروح لبرج معاكس لإلكم لكن بعدكم محظوظين لأنه القمر ببرج الثور فالخميس جيد الجمعة جيد لأنه القمر ببرج الثور إذا مثل ما عم تلاحظوا معي كل شيء والقمر موجود ببرج الثور ورح كرر التواريخ والساعة من الأربعة الساعة خمسة وربع صباحا التوقيت العالمي حتى الجمعة ستة مساء التوقيت من خمسة وربع صباحا الأربعة توقيت بيروت حتى الجمعة الساعة ستة مساء توقيت بيروت الأمر ببرج الثور أنتم على شط الأمان أوكي؟ لكن الجمعة الساعة ستة مساء توقيت بيروت رح تدخلوا بفترة أنا بعتبرها فترة ضاغطة فترة متقلبة فترة غير مسهلة غير ميسره 100% فبدكم تكونوا منتبهين الضغط يلي هو من العائله الضغط يلي هو من الشغل الضغط يلي هو فيكون من المجتمع يلي يمكن يكون مساله صحيه يمكن يكون تعلق باحد الوالدين رح بتكون شوي موجوده عندكم بوضوح تستمر من الجمعه الساعه 6 المساء توقيت بيروت كل يوم السبت وكل يوم الاحد كل يوم الأحد حوالي خمسين ساعة أنتم موجود موجودون تحت تأثيرات شوي صعبة السبب هو اثنين الأمر ببرج الجوزاء بأعلى نقطة عندكم بالدائرة الفلكية والسبب الثاني هو مواجهة الشمس لكم هذا الأمر يجعل هالخمسين ساعة هي تكون الأصعب الأقل راحة ما راح أقول سلبية سلبية لكن أنا بالأبراج الشهرية حاطة أنه هذه التواريخ من الأيام الأصعب ومن المستحسن أنه ما تحطوا خلالها أمور صعبة كونوا حذرين جنبوا المجازفة كليا استغلوا فترة وجود الأمر ببرج الثور لأنه هي الأفضل لكم حتى ولو كان في معاكسة شوي من الشمس بتضلكم محميين بتضلكم قادرين المواليد الاكثر حظا في هذا الاسبوع فيها تكون مواليد 30 31 اب اغسطس ايضا مواليد 19 و 20 سبتمبر رجاء تابعوا الابراج اليوميه لانه بتاخدوا معلومات اضافيه بتستفيدوا منها بتستفيدوا منها ولازم تشوفوا شهر شباط فبراير لبرجكم بدي اتمنى لكم اسبوع جيد الى اللقاء بودعكم باي باي